يلا يا اخوانا خفوا شوية، مش هنقضي عمرنا في الاوبن اير ده. يلا يلا يا اختي. اتفضلوا. هم 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 يلا ادخل غم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ألف شكر يا نجيب بيه. نجيب بيه ده يبقى أبوك. الأب ما يتقالوش يا بيه، يتقال له يا بابا. معلش سامحني يا بس مش طالعة من بقي. وأنا حبيبي أنا مش عايزها من بقك، أنا عايزها من قلبك. مش عارف هو أنا ممكن أعمل إيه وتيجي معايا بيتك؟ تعملش حاجة، ادعيلي بس. يا رب تيجي معايا بيتك. حد يكره نفسي والله، بس مش عارف ولا قادر. طب نحاول سوا. لو عرفت هاجيلك. وعد. وعد. متزعلش. ايوه ما تزعلش. وانت لو ابويا يبقى رضاك مهم. مش هما بيقولوا رضا الأب والأم أهم من رضا الوالدين برضه؟ يا طيب أصل أنا بقول إيه يا مسعد؟ أصل أنا ماليش إخوات رجالة، يعني أنا ماليش غير أخت واحدة أنت عارفها. فبقول يعني أنت تبقى ابني وأخويا في نفس الوقت، اتنين في واحد كده، عزوة. وأنا ينفع يعني ينفع أحضنك؟ على فكرة أنا كنت بقرا الرواية بتاعتك الأب وأنت نايم، حلوة أوي يا مسعد. أرجوك كملها يمكن تلاقيها. سيبك منه، انا اجيب بيه. والله انا عملت اللي علي، هو حر بقى. الفقري فقري. مسعد مش فقري، مسعد انسان حر زيي، ما يقدرش يعمل حاجه غصب عنه، ودي احلى حاجه فيه. يعني انت مش متضايق منه؟ انا متضايق بس مش منه، انا متضايق عشان ما رجعش معايا. وبعدين ده حقه، هو تركيبته كده. حقه انه يكسفك بعد كل اللي عملته؟ ده انت بيت في مكان ما يتباتش فيه تلات ليالي وظهرك اتقطم. تلات ليالي؟ ما بالك بقى اللي عايش العمر كله كده؟ تلات ليالي وظهر اتقطم، امال هو يعمل ايه؟ من حقه انه يقول لا. ده اسمه بطل. ما اسموش بطل، اسمه انه بني ادم، من حقه يختار. روح اعمل ايه؟ يلا. حاضر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.